بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله ورحمته وبركاته لمتابعي قناة خالد بازيدان الإلكترونية. من هنا من بطولة المفاجآت الخامسة أرحب بكم، مقدم ماجد عريشي. نبحث عن الجمهور في هذه البطولة بداية مع المباراة الافتتاحية في اليوم الجميل جدا في يوم الأربعاء الموافق 12/12/2012 ميلاديا. انتظرونا وستستمتعوا معنا بمشيئة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. ممكن تعرفنا على اسمك؟ حاتم عبد الله إبراهيم. إيش رأيك في بطولة المفاجآت؟ والله كويس الحمد لله، روعة مرة. إيش رأيك في الحضور الجماهيري اليوم؟ كويس ما شاء الله، يعني حضور مشرف يعني. كم النتيجة؟ والله على الصفر. مين؟ الفريق الأبيض. مين هو؟ ما في قدام، أعرف مين. أكاديمية نور الفريق الأبيض، والبغزي تقريبا الفريق الأحمر. محمد نور إن شاء الله. تشجع مين اليوم؟ أنا الاتحاد. اليوم تشجع مين؟ فريق محمد نور. يعني مع القائد ان شاء الله. كل التوفيق. جميعا السلام. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ يا مرحبا. شايفك واقف على اعصابك. والله مباراه حلوه صراحه. ما يلي مين اليوم؟ والله اكاديميه نور صراحه. كيف المباراه بس؟ والله ان شاء الله نسبيا جيده المباراه، يعني ما هي. طيب صراحه فاجاك الحضور الجماهير؟ ايوه ما شاء الله، انه دوره من انجح دورات جده بصراحه كل المقاييس. تابع البطوله من بدايتها؟ والله اول يوم كان اليوم، اول يوم افتتاح. لا السنوات الماضيه. ايوه طبعا العام غابت البطوله، السنه هذه عادت. افضل. ايوه السنه دي افضل، انا اشوف يعني افضل بكثير تنظيم وكل شيء، يعني كل المقاييس يعني بصراحه. اتوقع مين يكسب مباراه افتتاح؟ والله اشوف الفريق البغزي افضل نسبيا. نتيجه كم؟ 0-0 الى الان، بس انا اتوقع 2-1 او 1-0 للفريق الاحمر، بس اتمنى فريق مع اكاديميه نور يفوز ان شاء الله. في مشجع قبلك قال لي النتيجه 1-0. والله هو اتحادي. وقعت يعني. تتوقع كم؟ 1-0 2-1. يعطيك العافيه. يا سلام ورحمه الله. كيف الحال؟ اللهم لك الحمد. احد منظمي البطوله. اكيد. ايش رايك في الحضور الجماهيري اليوم؟ والله جماهيري، الحضور الجماهيري ممتاز. عانيتوا شويه ممكن اليوم؟ لا لا. لا لا جيت البطوله اكيد 100% استعداد كبير. اكيد بصراحه يعني فوجئت حينما حضرت، يعني شيء مستعد له، يمكن له اسبوع تخطيط عليه وكل حاجه، والحمد لله. بس الحمد لله تمت على خير. اتوقع اليوم من يكسب في مباراه الافتتاح؟ والله اتمنى الين الوقت هذا، اتمنى كذا يعني صراحه النزله. طيب تتوقع مين؟ اتوقعها كذا صراحه بغزي برضه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. من مدرجات بطولة المفاجآت نتواجد هنا في التغطية المميزة طبعا مع جماهير البطولة وكواليس البطولة. تفاعل الجماهير مستمر في مباراة أكاديمية نور وبغزي في المباراة الافتتاحية. أولا نرحب بالضيف المتواجد معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ممكن تعرفنا على اسمك؟ الاسم حامد. نرحب أيضا بالضيف الآخر، ممكن تعرفنا على اسمك؟ ياسر بوزيل. مشجعين النزلة؟ مشجعين النزلة الحرمين. توقع مين يفوز؟ 1-0 إن شاء الله. من حيسجل؟ بس حرب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. توقع مين حيسجل؟ والله انا شافت الكره تعادل اليوم. ممكن تنتهي تعادل؟ 0-0. بس في كاس مباراه افتتاح. والله انا شاف النتيجه تعادل، يعني المستوى مو اليوم. بغزي تعبان يعني؟ ايوه اليوم المباراه ما هي كويسه اليوم. والله اليوم المفروض الافتتاح يعني احسن من كذا. طيب ايش رايك في الحضور الجماهيري؟ والله روعة صراحة. تنظيم ممتاز؟ لا 100%. يعطيك العافية. يلا.